صباح الخير واهلا بحضراتكم في جوله جديده في الصحافه اليوم. النهارده واحنا بندور في الاخبار المحليه لفت نظرنا خبرين، الخبرين دول مش مرتبطين ببعض ولكن الخبرين مهمين لان هما بيورونا حاجات هتكون موجوده في الفتره اللي جايه او هيأثروا بشكل ما او باخر على الجانب السياسي من جانب والجانب الاقتصادي من جانب اخر. خلونا نبدا بهذا الجانب السياسي. وهو عبارة عن معلومات حسب الخبر اللي منشور في موقع انفراد، معلومات في تقرير عن النائب رقم 17 في قائمة المعينين في البرلمان. هذا النائب اسمه عبد الفتاح سراج، تم تعريفه في قرار التعيين بأنه رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضي المستصلحة. حسب التقرير، سراج الدين ترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية السادات لاستصلاح الأراضي في مركز بلقاس في الدقهلية، كان عن فئة العمال والفلاحين، أخذ 281 صوت، ولكن أحد المرشحين المنافسين رفع دعوى قضائية ضد محافظ الدقهلية ورئيس لجنة الطعون ورئيس مجلس إدارة الجمعية. قال فيها إن وقت ترشحه كان عنده سجل تجاري وكان على جهة الإدارة انها ما تقبلش ترشيحه على منصب العمال، وبالتالي انتخابه باطل وتلغى عضويته. في 16 فبراير اللي فات المحكمه قبلت الدعوه يعني شكلا والغت اعلان فوز سراج الدين، وده ترتب عليه اثار وتم الزامه بالمصروفات وما الى اخره. بالفعل تم حل اداره الجمعيه، الغوا عضويته فيها، ولكن وقتها وزير الزراعه السابق صلاح هلال وهو المتهم في قضية الرشوة أصدر قرار بتعيينه ضمن مجلس مؤقت لمدة 6 شهور لحد ما يتمكن سراج الدين من إلغاء سجله التجاري ويعيد الترشيح نفسه مرة تانية في الانتخابات بنفس الصفة ومرة تانية وفاز فيها. موقع انفراد عمل إيه بقى؟ كشف لنا إيه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه من رئيس تحرير الموقع محمود مملوك. صباح الخير يا محمود. صباح الخير يا سارة، صباح الخير على كل المشاهدين. تطورات يعني ده بداية الخبر، ايه اللي حصل بعد كده؟ هو زي ما انت تفضلتي وقلتي تفاصيل الخبر اللي انا بشوفه، يعني ان هو صدمة لأسباب كتير مختلفة، ان احنا قدام نائب معين في البرلمان معين من قبل رئيس الجمهورية، يعني اجريت عليه تحريات من كافة الأجهزة الرقابية قبل أن يتم تكريمه بهذا المنصب الشرفي وإصدار اسمه ضمن المعينين. إحنا قدام واقعتين مهمين، الواقعة الأولى واقعة تزويره صفة انتخابية لترشح في انتخابات جمعية زراعية، مش برلمان، مش محليات، مش مجلس انتخاب، ولكن جمعية مهمة ضمن الجمعيات الأهلية اللي المفروض بتحصل على كافة الحقوق والقوانين، الخضاع لكافة الحقوق والقوانين اللي بتنص عليها الدولة. الحقيقة ان النائب سراج الدين عبد الفتاح لما جه يترشح كان نزل على مقعد العمال، لكن هو في الوقت ده كان لديه سجل تجاري، والقانون يحظر على من يمتلك سجل تجاري اي رب عمل انه ينزل على صفة العمال، لان وفقا لقوانين الانتخابات او قانون البشر الحقوق السياسية ان مقعد العمال ده مخصص للعمال، ما ينفعش صاحب عمل لديه سجل تجاري ينزل على مقعد مخصص لاحد العمال. وقتها احد المرشحين المنافسين قدم طعن في القضاء الاداري لمحكمه المنصوره، وتداولت القضيه حتى تم صدور حكم ببطلان انتخابه او اسقاط يعني بطلان انتخابه لان حصل على عدد كبير من طيب وتم ترشيحه مره ثانيه بعد كده فيما بعد لما لغى السجل التجاري تم ترشح مره اخرى وحصل على عدد كبير من الاصوات ونجح يعني. الواقعه الثانيه ان هو كان حصل على ارض زراعيه او يمتلك ارض زراعيه في محافظه كفر الشيخ منطقه سكنه وبنى عليها مخالف. طبعا احنا قدام مخالفه وهي البناء على ارض زراعيه. انا شايفه كمان ان موقع انفراد بيتكلم على ان هو نفسه بيقول طب ايه المشكله ما في ناس كتير بتعمل كده.
بالظبط. هو اعترف لما واجهناه بالكلام ده وبالمسميات دي، قال انا ان انا ما كنتش اعرف، وان انا بنيت سور بس ومش عارف ايه، وان لما جالي قرار المخالفه والازاله انا نزلت الامر التلقائي بنفسي، وانا مش اول واحد يعمل ده وكده. انا بس عندي يعني قصه الارض الزراعيه دي قصه على الهامش. انا عندي مشكله اساسيه في قصه تغيير الصفه الانتخابيه، مش هقول تزوير، تغيير الصفه الانتخابيه، لان ده وفقا للسوابق القضائيه زي ما انا كاتب، ووفقا لاحكام كتير من محكمه النقد والمحكمه الدستوريه العليا وخلافه، بتقول ان ده يفقده شرط حسن السير والسمعه، اللي هو بالتالي يحرمه من قانون مباشر الحقوق السياسيه ويجعل تعيينه مشوبا بالبطلان. يعني احنا قدام حد لو خد الورق ده ورفع دعوه قضائيه ضد قرار تعيينه في البرلمان، فبالتالي هو قرار مشوب بالبطلان، لانه افقده شرط مهم وهو شرط حسن السير والسمعه، باعتباره صدر ضد حكم نهائي وقضائي بات انه تزور في صفه انتخابيه حتى وان كانت جمعيه زراعيه. ونرجع هنا لواقعه شهيره، يعني كانت مسار جدل الراي العام منذ شهور، وهي واقعه السماء المصري، اللي المحكمه الاداريه العليا فصلت وايدت استبعاد الانتخابات باعتبارها انها يعني تفتقد لشرط حسن السمعه والسلوك، لمجرد انها يعني بتنتقد شخصيات عامه وبتصور فيديوهات وبتقول كلام في وسائل الاعلام مختلفه. فاحنا عندنا صادق قضائيه بتاكد هذه الفكره. يعني الحقيقي المهم بالنسبه لي، طب صدى الموضوع ده كان ايه؟ يعني خلاص دلوقتي احنا قدام واقعه وقدام مستندات بتقول النائب مش معترف بالواقعه كامله، ما بينكرش وبيقول ده، بيحاول يوضح يعني الملابسات القانونيه، وان ده ما فيهوش مشكله، وان ده عادي، وان ده كان زمان وانتهى، وقصه من هذا القبيل. زملاء في مواقع اخرى، في جرائد وصحف اخرى، خدوا الواقعة بالمستندات وبادروا بالاتصال بامين عام مجلس النواب المستشار احمد سعد المعين الجديد، وقال انه فورا مع قرار البرلمان هيتم عرض الامر على لجنه القيام للبحث في الامر والتاكد من صحه هذا الكلام، وان صح الامر سيتم يعني اخذ قرار يعني مجلس. طب انا عايز معلش يا محمود، عايز استوضح بس، يعني هل ده معناه ان احنا لسه ما عندناش مستندات بتثبت الكلام ده، فاحنا مستنيين لما المجلس ينعقد ويتاكد من صحه الوقائع؟ عندنا مستندات بتاكد الكلام ده، بس طول الوقت انت عارفه ان في لجنه القيم هي لها الفيصل النهائي، ومحكمه النقد هي من تفصل في طعون اذا ما تقدم طعن او ما قدم احد الاشخاص طعن في ترشيحه، فهي تفصل فيه. لكن لو ما فيش طعن، حد بيقدم ده او بيقول ده، فهو مستمر في الموضوع، مستمر في البرلمان. طيب هل بتتوقع انه ممكن يكون في رد فعل يسبق انعقاد البرلمان؟ والله انا اتمنى، يعني انا اتمنى ان يبقى في رد فعل، وانا اتمنى ان جهات التحقيق الدوله تهتم بالقصه، ويكون في بحث في الامر، ان ده في تصوري يعني مسمار في نعش البرلمان الجديد، او يعني بيحدد البرلمان الجديد المنتظر. كمان يعني ربما يفسره البعض بانه يعني غير منطقي من الاجهزه الرقابيه والاجهزه الامنيه ان تورط ربما الرئيس في تعيين شخصيه عليها اتهامات او مصادر. طب انت اكيد تتبعت الموقف، كيف يعني لم يحدث انه الجهات الرقابيه والجهات الامنيه قدرت انها توصل لده؟ ما عنديش والله يعني تفسير او معلومه يقينيه ان هل هي متاكده من ده او وصلت لده، لكن طبعا قبل ما نشر الموضوع، لكن بعد نشر الموضوع اكيد الامر فيه تحقيق، واكيد الامر فيه متابعه للقصه وخطوات انا اتمنى انها تحصل، لاما بالتاكيد على ان الموضوع يستحق ان يتم فصل النائب، او يستحق ان يتم التحقيق فيه. ربما يمكن يظهر راي قانوني اخر يقول ان ده ما لا يؤثر، وانه لا يفقد عضويته ولا يفقد اي شيء، وبالتالي حد يخرج علينا براي منطقي وراي قانوني وبيان توضيحي يحسم لنا الامر ويحسم لنا القصه. انا مارست عملي في النهايه كصحفي، طرحت الامر على اجهزه الدوله وعلى الرئيس السيسي وعلى الراي العام، وفي النهايه الكلمه لجهات الدوله الرسميه سواء القضائيه او التنفيذيه للأمر وحسم القصة. نعم، محمود مملوك رئيس تحرير موقع انفراد، أنا بشكرك على وجودك معنا، بشكرك على هذا الانفراد المهم، يعني زي ما أنت بتقول اللي بتضعه أمام المسؤولين وبتضعه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، علشان زي ما برضو أنت قلت أنه
ممكن هذه المسألة تهدد البرلمان القادم.